الله الرحمن الرحيم أحمده سبحانه على آلائه وأستعينه على شكر نعمائه وأصلي على حبيبه وآله وأتقرب إليه تعالى بالبراءة من أعدائهم وأعدائه سعادة المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ألتقيكم في الحلقة الثانية من أحد تحت الأضواء يرافقني ضيفي الدائم سماحة الدكتور الشيخ ستار الدلفي حياكم الله سمعت شيخ حياكم الله عزيزي أهلا وسهلا الله أهلا بكم سمعت شيخ في حلقة السابقة ناقشنا عن معركة أحد وآلياتها ودوافعها وخططها وبعض بعض الاجراءات النظريه لرسول الله صلى الله عليه واله اخذنا بعض من الدروس المستوحاه والعبر من معركه احد نحب نناقش اليوم خلينا نقول الاجراءات العمليه ونقول ما هو سبب اختيار الرسول الاكرم صلى الله عليه واله وسلم لجبل احد نعم, نعم. احسنت طبعا بالنسبه لاختيار الموقع اللي هو جبل احد كان يعني باختيار النبي صلى الله عليه واله لم يكن مضطرا بحيث ان يعني المعركه دارت او ضيق عليه وحوصر بحيث انه يلجا الى الجبل كان اختيار يعني كما يقال من وضع المستريح ومن الوضع المسيطر اختار هذا الجبل لجملة من الأسباب واحد من هذه الأسباب أن النبي صلى الله عليه وآله بعدما ادرك خطه قريش للانقضاض عليه شخصا والانقضاض على مشروعه الى الابد داخل المدينه بمعونه المنافقين بادر الى الخروج ولكن هنا تاتي الفكره انه اي منطقه يختار وكم تبعد المسافه ما بين المدينه وما بين الموقع التي يختارها النبي صلى الله عليه واله من جهه انه يخشى من الحصار وان يضيق عليه داخل المدينه ومن جهه يخشى وجود دور سلبي ممكن ان يقوم به المنافقون نعم. فاختار منطقه لا تبعد كثيرا عن المدينه حتى يتمكن فيما لو طرا طارئ وحصل حدث يقود المنافقون داخل المدينه فبامكانه ان يتراجع داخل المدينة بحيث يدافع عنها ويقضي على الحركة المتمردة فيما لو وقعت فكانت المسافة تقريبا يعني من أحد إلى نفس مسجد النبي صلى الله عليه وآله تقريبا أربعة كيلومتر أكثر بقليل أقل بقليل فهذا السبب الأول الذي جعله يختار هذه المنطقة نعم. أما السبب الثاني أن هناك فارق ما بين العدد بين الجيشين والأسلحة فاضطر النبي صلى الله عليه وآله أن يتمترس بالجبل بحيث يجعله أشبه بالدرع طبيعي طول هذه المسافة لكي يقوم بمواجهة الأعداء من جهة واحدة فهذا السبب الثاني الذي جعل النبي صلى الله عليه وآله يختار هذه المنطقة فهي ليست بالبعيدة بحيث أنه يستطيع الرجوع إذ ما طرأ طارئ وليست بالقريبة بحيث على مشارف المدينة بحيث أنه إذا حوصرت هذه المنطقة سيكون حصار خانق للمدينة تفقد النبي الكثير من الخيارات العسكرية فيما لو استجدت أمور أثناء المعركة نعم أحسنتم كثيرا طيب سمعت شيخ يعني هي حدث ضخم ويعني يعني ليس بالهين لا بد أن ترافقه من أحداث نعم. طيب ما هي الأرهاصات او الاحداث التي وقعت قبيل معركه احد. نعم احسنتم، طبعا هنا بعد ان خرج النبي صلى الله عليه واله واعلن عن ذلك الخروج ادرك او ادركت فئه من فئات او جهه من جهات المعركه اللي هي جهه المنافقين فئه المنافقين ان هذه الورقه احترقت تماما. فلا بد لهم من الاعتماد على خطط بديلة كما نعم. يعبر خطة أليف وخطة باء فهنا قريش اعتمدت باتفاق مسبق على الخطة الثانية أو الخطة البديلة ألا وهي إسقاط عزيمة المسلمين الخارجين لقتال قريش نعم. وتمثل ذلك بجملة من الأمور التي لا يمكن إغفالها بحيث أنه تخيل جيش قرابة الألف خرج لقتال أو لصد ثلاثة آلاف مقاتل من قريش نعم. فأثناء هذا المسير ينسحب تقريبا ثلث الجيش ثلاثمائة نعم. مقاتل انسحبوا في الطريق نعم. وهذا بفعل وتخطيط مسبق من قبل عبد الله بن ابي ابن ابي سلول والغايه من هذا طبعا هسه رب سأل يسال يقول لماذا لم لماذا لم يختاروا من بدء الامر انه عدم التجحفل والسير مع النبي صلى الله عليه واله. نعم. آه طبعا هذا الاختيار انه في منتصف الطريق وينسحب جزء من الجيش هذا له مردودات آه سلبيه على جيش المسلمين يضعف عزيمتهم مما يساهم في بث روح التفرقه، اختلاف الاراء، تشتت ذهنيه المقاتل. يعني بث الوهن آه والضعف في صفوف جيش المسلمين. بالفعل يؤثر على المعنويه. هذا ما حصل في كثير من الحالات بحيث أن قبيلتين من القبائل نعم. فكرت من من الاوس فكرت بالتراجع الا نعم. في اللحظات الاخيره يعني تقريبا عددهم ايضا يقرب من ال 300 فاذا نعم. جمعنا 300 300 600 من اصل ألف يعني تصدع جيش المسلمين يعني, يعني هذا يمثل بالمصطلح الحديث هذا يعني ليس خرق امني انهيار امني نعم. تماما ولكن يعني بالنتيجه الذين فعلا انسحبوا هم جماعه ابن ابي ونعم تركت بعض الاثار السلبيه على جيش المسلمين هذا هذه من الارهاصات المهمه التي حصلت القضيه الاخرى لعب قريش وابو سفيان على ورقه القوميه او على العنصر القومي او على العنصر القبلي اذا جاز لنا التعبير بحيث انه خاطب الاوس والخزرج أنتم أبناء عمومتنا وليس بيننا وبينكم شيء نحن لا نريد قتالكم فقط سلموا لنا محمد بن عبد الله وينتهي كل شيء فأوحى من خلال هذا الإعلام المضاد بأن بإمكان سكان المدينه بامكان المقاتلين المدافعين عن المدينه ان يحصلوا على سلامتهم الجسديه ولا يجرحوا ولا يقتلوا بمجرد ما ان يقوموا بتسليم النبي صلى الله عليه واله فهذه ايضا الخطوه الثانيه. هذه الورقه الظاهر يعني يعني عليها لعب كثير أحسن حتى هي في معركه الطف حصلت عندما خطيب ابي العباس سلام الله عليه وهذا وهذا ما القوله نعم. قضيه الاشاعه دائما انت اذا تريد تنظر الى الدول او يعني الكيانات الاسلاميه التي انشئت في طول التاريخ الإسلامي الذي تسبب بإسقاطها هو عنصر الإشاعة وما أحوجنا اليوم في مثل هذه الأيام إلى التنبه لمثل هذه المسائل أنت مثلا في قضية إذا تريد أن تراجع التاريخ في قضية جيش أمير المؤمنين لعبت فيه الإشاعات ما لعبت قضية الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه هو اضطرار إلى الصلح أيضا كان بفعل الإشاعات وكذلك قضية الإمام الحسين عليه السلام بحيث أنه يبقى مع القلة القليلة في واقعة كربلاء مع أن هناك حديث عن أن أرقام تحركت معه من المدينة ومكة ووصولا إلى مشارف كربلاء كذلك. هذا بالنسبه للمعصومين، خارج المعصومين اذا تريد ان تتحدث عن الدوله التي انشاها المختار في العراق ايضا هي كان من اهم الاسباب في سقوطها وتهاويها عنصر الاشاعه والتفرقه ما بين العربي والعجم وما الى ذلك من الامور بحيث انتهى هذا الحلم في ذلك يعني الزمان يعني عشناها معاصرا حسب نعم. ما وسائل الاعلام نقلت انه سقوط الموصل يعني عنصر الاشاعه نعم. واللجان التحقيقيه قالوا بالتلفزيون يعني نعم. وانه عنصر الاشاعه عندما هجموا شذاذ الافاق و نعم أفراد بحيث أنه انسحب الجيش وحصل ما حصل تسببت للأسف يعني بقلب موازين الأحداث إذا طيب. نعم. العنصر عفوا عنصر الإشاعة أخذ ما أخذه من المسلمين كذلك القضية الأخرى والتي سننطلق منها إلى أحداث المعركة نعم. أن النبي صلى الله عليه وآله هكذا أشاعوا بأنه قال يا أيها المقاتلون ما تجنون ما تحصلون عليه بأيديكم تأخذونه نعم. فلن يكون هناك توزيع للغنائم مهي. يعني فعلى المقاتل بالنتيجة سيفكر أنه لن يكون هناك توزيع عادل مهي. للغنائم فعلي أن ماذا؟ علي ان اسعى بجهدي يبذل جهود مضاعفه للحصار مضاعف نعم جهد شخصي نعم وان اضر ذلك في المعركه وهذا ما سيتبين لنا جليا من خلال نزول الرومات من على سفح الجبل الذي ادى بالنتيجه الى التقهقر والتراجع. طيب نعم على شفير وقوع المعركه اهم الاجراءات التي اتخذها رسول الاكرم صلى الله عليه واله وسلم قبيل الخط الفاصل للمعركة نعم نعم أحسنتم هو بالحقيقة أهم إجراء اتخذ النبي صلى الله عليه وآله يعني وزع قام بتوزيع الألوية تعرف جنابك أن مسألة نعم. اللواء هي ليس بالمسألة البسيطة عادة في معارك المسلمون وغير المسلمين نعم. حينما يعطى اللواء يكون اختيار وفق ضوابط وآليات لأن حامل اللواء اللواء هو ليس راية يعني له قيمة معنوية بحيث أنه يمثل بوصلة المعركة إذا تيامن حامل اللواء فالجيش يتأمن إذا تياسر يتياسرون إذا قتل حامل اللواء هذا يشكل خطر عظيم يعني على الجيش بحيث أنه ممكن أن ينهار وينسحب ويتقهقر فالنبي صلى الله عليه وآله وزع الأدوار في قضية توزيع الالويه وحمل نعم. لواء المعركه هذا جانب الجانب الثاني انتخب كتيبه نعم. وهذا ينم عن عمق عسكري عند شخص النبي صلى الله صلى عليه الله. واله وتوقع للاحداث نعم. توقع مستقبلي استشراف مستقبلي استشراف المعركه نعم. وخصوصا اذا نحن نتكلم عن النبي صلى الله عليه واله لم يشارك في ولا في معركه قبل الاسلام نعم. معركه واحده كان يعني تقريبا عمره ما يقرب من 15 عام اقل اكثر أه وشارك فقط من ناحيه معنويه لم يشارك بحمل لوجستي خلينا نقول احسنتم نعم. فقياده هذه مثل هذه المعركه بمثل هذه الروحيه ومثل هذه الحنكه العسكريه بحيث انك تجد هذا القائد العظيم أه يعمل حسابا للجانب المعنوي ويعمل حساب للتعبئه الروحيه وللجانب العسكري وحسابات لما يمكن ان يحصل. اختصرها القران الكريم علمه شديد القوى احسنت نعم هذا يعني نص قراني ما به لا يحتاج ليدرس في كليه الاركان ولا يحتاج للمشاركه في علمه ف... شديد القوى نعم فعمد على اختيار كتيبه مكونه من خمسين من الرومات على سفح الجبل ولاحظ التعليمات وهذا ايضا فيه درس من الدروس المهمه من دروس معركه احد يعني على الانسان اولا بعد اللجوء الى عفوا بعد ان يلجا الى الاسباب الماديه والطبيعيه يلجا الى الاسباب الغيبيه، النبي صلى الله عليه واله لم يكتفي بانه نبي ومؤيد من السماء، لا عمل بهذه الاسباب الطبيعيه وانتخب هؤلاء الرومات وضعهم على سفح الجبل و وتلاحظ ان هناك صرامه في هذه التعليمات العسكريه بحيث قال لهم لو رايتمونا قاتلنا قريش وهزمناهم ولحقناهم الى مكه. ف لا تتركوا اماكنكم أوه. ولو رايتم انعكس الامر وقريش هزمتنا ولحقتنا طاردتنا الى داخل المدينه فلا يسمح لكم بالنزول أوه. وفعلا التزموا بهذا الامر ولكن ايضا نرجع الى مساله الاشاعه وبث روح التفرقه على اكثر من مستوى على اكثر من صعيد بحيث انه هسه لا نقول جميع من كان على سفح الجبل نزل بل اغلب من الأعظم السواد الأعظم منهم من هؤلاء الخمسين تقريبا أربعين مقاتل نزلوا وهذا ما أدى إلى بداية طبعا إحنا الآن إلى حد هذه النقطة بدأت المعركة مناجزة تعرف أن واحدة من أساليب القتال القديمة أن يكون القتال مبارزة لماذا يلجئون إلى المبارزة لأنه يعتمدون على عنصر التعبئة الروحية على الجانب الإعلامي مهم أنه إذا هذا الجيش قتل رأس ذلك الجيش فبالنتيجة سيلقي بظلالة نفسية على الجيش الآخر فيعمدون على هذه. المعنويات. أحسنتم. نعم. فالمسلمون قاموا بقتل صناديد قريش مرة أخرى وتمكنوا منهم بحيث أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في بعض الإحصاءات أنه يقتل في معركة يعني تصور أحد عشر حامل لواء يعني بطلا وصنديدا من صناديد قريش ففي هذه الفترة ارتفعت المعنويات. بدات الاشاعات تقدم المسلمون نعم. لك ان تتخيل بدا المسلمون يلاحقون المشركين الى مسافه بعيده وهنا حصل الفاصل المكاني نعم. بحيث ان الرماه نزلوا لجمع الغنائم فمن هذه الثغره استطاع المشركون من الالتفاف حول المسلمون وبدات هنا يعني الوقائع المؤلمه الشديده التي وقعت على المسلمين بحيث انهم تقريبا فروا جميعهم باستثناء امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه مع النبي صلى الله عليه واله وابو دجانه الانصاري هذه الشخصيه الثابته بحيث الجميع انهزم <applause> رب صالح يسال يقول اين حمزه يعني لماذا لم يذكر مع الذين ثبتوا في المعركة حمزة نناقش له حلقة خاصة إن شاء الله نعم يعني قربة استشهادة طيب إن شاء الله أحسنتم كثيرا جناب الدكتور يعني أريد بثلاث دقائق إذا أمكن أريد نأخذ أهم ثمرات الدروس والعبر المستوحاة من معركة أحد نعم نعم طبعا آه نحن كما اسلفنا ان القران الكريم اهتم بالوقائع والاحداث التاريخيه ليس لان لغرض الترف الذهني وزياده معلومات بل قلنا انها لغرض التفكر واخذ العبره واعتبرها القران الكريم في المصطلح القراني سنن الهيه نعم. على الامم أن تعتبر بها وتتخذ منها دروسا، يعني. وقلنا أن القرآن الكريم عاتبهم على عدم التفكر، أه. يعاتب يعني بصورة عامة بين البشر والمسلمون المسلمين خصوصا، أفلم يسيروا في الأرض؟ فإذا بالنتيجة من أهم الدروس والعبر التي ممكن أن نأخذها من هذه الواقعة هي مسألة أن هناك بلاءً وابتلاءً، أه. هذه الحياة قائمة على قانون الابتلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون سيقع الابتلاء، سيقع الاختبار ولو كان من ضمن الذين يقع عليهم الابتلاء شخص النبي صلى الله عليه واله، لذلك من اللطائف أن البلاء مأخوذ من بلو الثوب يجعل باليا عتيقا بحيث ينظر من ظاهره الى باطنه فالبلاء ينظر الى بواطن الامور الى بواطن المسلمين ليبلوهم ايهم احسن عملا عمل. فبالنتيجه زلزل المسلمين في هذه المعركه وتبين لهم انه الحياه ومن ضمن هذه الواقعه هي للاختبار للابتلاء فلا يمكن الركون الى الدنيا القضية الأخرى الالتزام بوصايا وتوجيهات القادة والزعماء الروحة الروحانين يعني الزعيم الروحي أكيد لابد أن يكون لديه من المؤهلات ما يؤهله ويمكنه من اسداء النصيحه للمجتمع لقياده هذه الناس بحيث مخالفته ستتبع خسائر جسيمه، وواحده من هذه الخسائر عصيان او عدم امتثال امر رسول الله صلى الله عليه واله من قبل ثله ادى الى ما ادى اليه من خساره بعض الاشخاص منهم مثلا مصعب بن عمير رضوان الله تعالى عليه وحمزة وغير الشهداء الذين وصلوا إلى سبعين شهيد وكذلك القضية الأخرى أنه الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نستفاد واحد من هذه العبر عدم التعلق بالدنيا أكثر من الحد المعقول لأن هؤلاء الرماة والمقاتلين نتيجة تمسكهم وتعلقهم بالدنيا حس على الأقل بعضهم كان لديه ميل مادي بحيث أدى إلى ذلك أن يترك الواجب الأساسي فاختلف سلم الأولويات بدل أن يقاتل ويدافع عن الرسول صلى الله عليه وآله وعن المدينة تحولوا إلى جمع غنائم فكانت النتيجة أثابهم الله غما بغم فكثير من الدروس والعبر في هذه الواقعه العظيمه. لكن عنصر المفاجاه نشوف احنا اليوم في زمن انه العالم اصبح اقل من قريه صغيره ولا تزال ال... يعني في زمن الوسع. يعني السوشيال ميديا وانتشار الشائع لا تزال مؤثره للاسف الشديد. عموما سماحه الشيخ الدكتور <applause> تحليل اكثر من رائع عيشتنا في احداث معركه احد واستذكرناك انما نعيشها فعليا فجزاك الله خير وشكر الله سعيك. إن شاء الله نذهب إلى فاصل ونواصل سادتي المشاهدين نذهب إلى فاصل ولنا عودة بعد ذلك إن شاء الله تفضلوا بالبقاء معنا جديد ارحب بكم يا سادتي المشاهدين حياكم الله وكذلك ارحب بضيفي الدائم سماحه الدكتور الشيخ ستار الدلفي حياكم الله سماحه الشيخ الله عزيزي اهلا وسهلا الله اهلا وسهلا سماحه الشيخ استجدت احداث وبرزت ملامح وظروف أه لم يكن مسلط عليها الضوء فيما مضى انما في معركه احد سلط عليها الضوء يعني يا ريت لو لنا الضوء شنو هالاحداث لنا الضوء عليها نعم. مثلا كان نزول سيف ذو الفقار او قبلها احداث نعم. نعم احسنتم. لا شك ولا ريب ان واقعه او معركه احد اظهرت كثير من القضايا يعني ربما لم تكن معهوده عند المسلمين او نعم. على الاقل تم التاكيد بعض الامور التي يعني ذكرت سابقا ولكن ليس بهذا المستوى. نعم. فواحده من القضايا المهمه التي برزت في هذه الاحداث وخصوصا كانت احداث ساخنه ومحل اختبار حقيقي كما بينا انه واحده من الدروس والعبار البلاء الذي نزل على المؤمنين في هذه المعركه انه تبين من هو الثابت مع النبي صلى الله عليه واله قولا وعملا ممن كان يعني يلوك الاسلام فقط مجرد الفاظ واقوال دون ان ينفذ الى قلبه, قلبه. نعم. فإذا نريد أن نعدد على مستوى الثابتين فعندنا ذكرنا أنه أبو دجان الأنصاري نعم. وأمير المؤمنين صلوات الله عليه وسلامه عليه وبالإضافة إلى شخص النبي صلى الله عليه وآله أما الآخرون الذين انهزموا عن المعركة طبعاً بطرق مختلفة للانهزام وهذا ما يبيت أن يبين أن هناك نية مبيتة سلفاً من أجل الانقضاض على الإسلام مثلاً عندما انهزم بعضهم كان يحث باقي المسلمين المنهزمين من المعركة ان التحقوا بدين ابائكم يعني ارتدوا ارتدوا مجددا ومثلا بعضهم يقول انه هجم من المعركه حتى يقول اني اراني كاني اروى انزو على الجبل يعني طريقه الهروب وطبعا هذا يعد من الكبائر الفرار من في المعركة من الزحف يعد من الذنوب الكبيرة كذلك بعضهم مثلا انهزم على اتجاه تقريبا يصل إلى 40 كيلو يعني مم. عن الـ عن المدينه عن المدينه نعم. عن مركز المعركه فبالنتيجه هؤلاء من الاسماء اللامعه اسماء فيه. اللامعة طبعا في تاريخ يعني. المسلمين للاسف واليوم تذكر لهم مناقب ويساوون بامير المؤمنين الذي نزل في ثباته ومواساته نداء جبرائيل لاكثر من مره في هذه المعركه على كل الحقائق واعطوا ما اعطوا من الالقاب أحسنتم نحت. أحسنتم في حين ان امير المؤمنين نعم. صلوات الله وسلامه عليه حارس النبي صلى الله عليه وآله بل أن الأحداث هي التي تبرزه أكثر من مرة فتلاحظ مثلا أمير المؤمنين شخصية استثنائية ليس فقط في مسألة سيف ذو الفقار نعم. لو نراجع تاريخ أمير المؤمنين كل شيء فيه استثنائي أنت عادة إذا تريد أن تدرس شخصية عظيم من العظماء ممكن أن تأخذ جانب الشجاعة تأخذ الكرم من هذه الشخصية تأخذ مثلا شخصية أخرى تأخذ الجانب العلمي اما امير المؤمنين فكل شيء فيه يجذبك اليه يعني عجيب هذا الرجل انه منذ البدايه منذ الولاده ولد في ظروف استثنائيه داخل الكعبه المشرفه في لم يسبقه احد لم يسبقه احد بذلك في فتره صباه انه النبي صلى الله عليه واله عرض المعونه على قريش بعد ان اسلم بعضهم فلم يقبل احد الا امير المؤمنين ومنذ ذلك الحين عينه وليا للمؤمنين كذلك مثلا تجد هذا الرجل ضربته الضربه في المعركه تعدل عباده الثقلين آه مثلا تجد ان اطعامه تنزل فيه ايه قرانيه مباركه ويطعمون الطعام على حبه آه اذا في كل شيء استثنائي تصدقه آه انما وليكم الله ورسوله وهكذا في كل شيء حتى في شهادته صلوات الله وسلم عليه جبرائيل في جانب ينادي تهدمت والله اركان الهدى واذا بالرجل فزت ورب الكعبه فهذه الاستثنائيه في حياه امير المؤمنين وكانما ارادها الله تعالى له لكي تكون علامات فارق فارقه لمن يبحث عن الحقيقه ويبحث عن المنهج وعن الممثل الحقيقي لرسول الله صلى الله عليه واله. يعني ما هدى لها الامام الحسن المجتبى سلام الله عليه عليه السلام. غادركم رجل في عندما في خطبته عندما حسن. استشهد مم. ودفن امير المؤمنين سلام الله عليه غادركم رجل رجل لم مم. يسبقه الاولون ولم يدركه الاخرون مم. سلام آخرون. الله عليه هذه بوابه للدخول لي مدينة علي وشخص علي صلوات أحسب. الله عليه فكان قلت استثنائي نعم واحدة من هذه الأمور الاستثنائية أنه بعد أن ثبت في هذه المعركة والنبي صلى الله عليه وآله تفرق من حوله وبقي يقاتل قتالا شديدا بحيث أنه يعني يصد الكتيبة والكتيبة الكتيبة فلم يبقى معه إلا أمير المؤمنين قلنا وأبو دجانة فنادى بصوت انه يا علي اكفني هذه الكتيبه هذه الحادثه واقعا الانسان اذا يتامل فيها الغايه منها وفيها ان النبي صلى الله عليه واله يريد ان يبين للناس انه لا احد يمتثل لامر رسول الله صلى الله عليه واله في احلك الظروف الا امير المؤمنين <applause> فعندما يكون ممثلا عنه ممثلا شرعيا له فهو بجداره واستحقاق يعني عذرا ف... يا وتعيد المقوله يا علي ادفع, ادفع عني هذه الكتيبة يا علي ادفع هذه الكتيبة ممكن ان تفسر انه استنجد بامير المؤمنين لدفع البلاء لدفع الضرر نعم ممكن وهذا طبعا يذكر كدليل علي انه بالامكان الانسان المؤمن سليم العقيدة أن يستعين يعني بالأولياء, بالأولياء بالصالحين وكما هو عادة الإنسان العاقل يستعين بمختلف وهو حجة المسائل الله. بمقاتل بصاحب التخصص في مختلف المجالات مهم. فهذه وكأنما يعني تزيل وتزيح الأشكال الذي يشكل علينا حينما ننادي يا علي يا حسين مهم. يا أمير المؤمنين صلوات الله سنة. وسلامه عليه نعم أكيد لا شك ولا ريب نعم. ف. أمير المؤمنين في مثل هذه الأمور الاستثنائية التي تحصل له فهنا داف قال يا رسول الله لقد تقطع سيفي ثلاثة أوصال ثلاثة قطع وفي نيتي يعني أن أدافع عنك ولا زلت أن أدافع فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله بأبي وأمي سيف ذو الفقار هذا السيف المعروف المشهور جدا فكان هذا السيف هو هديه واعطى من النبي صلى الله عليه واله لامير المؤمنين في هذه المعركه فقاتل فيه امير المؤمنين عليه السلام حتى اثخن بالجراح يعني هكذا تصف الروايات ان الامير جرح في وجهه وفي راسه وفي صدره وفي بطنه وفي رجلاه في كل مكان من جسد الطاهر المبارك ومع ذلك بقي صامدا وثابتا في هذه المعركه يبلي بلاء حسنا حتى ان جبرائيل عليه السلام قال يا محمد ان هذه المواساة نعم المواساة مه. جبرائيل اعجب بهذه المواساة. اذا هو اثخن في الجراح في جميع اجزاء جسده طبعا وهذه من لا تذكر لكن يذكرها التاريخ لخالد بن الوليد. احسنتم احسنتم في حين في حين الشاهد على خصيصة امير المؤمنين هذه هو جبرائيل مم. وسمي هذا الجهاد بجهاد المواساة مم. لانه هذا منقطع النظير ممكن الانسان ان يجاهد ويواسي الى الى حد معين كما حصل مثلا مع الحسين عليه السلام, السلام عليك. احد الذين جاهدوا معه قال يا ابا عبد الله ساجاهد معك الى ان تبقى وحيدا فانا في حل منك يعني بعد ما فائدة من القتال فمواساته وصلت إلى هذا الحد بينما أمير المؤمنين أثخن بالجراح وشهد له جبرائيل بنعم المواساة ثم بعد ذلك سمع صوت ونداء من السماء فسئل النبي صلى الله عليه وآله عن هذا النداء قال هذا نداء جبرائيل قال لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي وهذه شهادة واقعا يعني تشمل تزكيه تشمل لفرد لم تتكرر لفرد اخر في هذا الجانب منذ ادم الى يوم القيامه. يعني هو كان فدائي لرسول الله في مواطن متعدده المبيت في 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 الدار في مكان المبيت في الفراش يعني لا وحده ولا اثنين في جميع المعارك يعني ما مع عدا معركه تبوك لعله لم يشارك هذه المعركه الله. طبعا بقي للقيام بدور اهم من كونه ان يكون مشاركا في هذه المعركه الوحيده. طيب جناب الدكتور شيخنا العزيز يعني ما هو هو سيف ذو الفقار؟ نعم وليش يحظى بهالمكانه الشهره الواسعه؟ نعم يعني متفق عليه حتى من اعداء علي وخصومه علي نعم احسنتم نعم. طبعا يعني ميزه هذا السيف اولا انه عندنا كثير من الروايات عند الخاصة والعام نعم يعني لا يتفرد بنقلها وروايتها فقط الشيعة بل أبناء مجمع عليها آآ كافة الشيعة المذاهب الإسلامية نعم يروون أن هذا السيف يعني هو ليس سيفا تقليديا اعتياديا بالنتيجة نعم هو رواية عن ابن عباس أنه نزل مع آدم من, من الجنه من السماء نعم وبقي ينتقل من بين الانبياء من نبي الى نبي ومن وصي الى وصي الى ان يصل الى امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وكانما هذا الدور اعد سلفا منذ ادم الى دور امير المؤمنين فهذا السيف يحظى برعايه الهيه وميزه خاصه وبالاضافه الى تزكيه جبرائيل عليه السلام التي هي تزكيه من الله سبحانه وتعالى لهذا السيف وحامل السيف من باب اولى فقد جعل في بعض الروايات هو علامه من علامات الامامه. أنه لا بد أن يكون عندنا رواية أيضا عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه يقول لا بد من علامات الإمام أن يكون أعلم الناس وأحكم الناس وأشجع الناس وواحدة من هذه الخصال أن يكون لديه سيف ذو الفقار وكذلك لديه صحيفة بأسماء شيعة أمير المؤمنين إلى يوم القيامة جميع شيعة امير المؤمنين, المؤمنين هسه اجمالا تفصيلا بالنتيجه الروايه هكذا نحن والروايه تقول فيها اسماء شيعة امير المؤمنين عليه السلام فهذه بحيث الميزه انه يجعل هذا السيف علامه من علامات آه الامام ودليل على صدقه اكيد لا شك ولا ريب يحظى بميزه جداً عالية في التاريخ الإسلامي وفي عقيدتنا وفي أبجدياتنا وفي, مف وفي مفهومنا حتى أن رواية أيضاً أخرى عن ابن عباس يقول آه وأنزلنا الحديد أي اشاره فيه الى سيف ذو الفقار الذي انزل من السماء، اذا هو لم يكن يعني عباره عن سلاح او سيف اعتيادي او مجرد اله للدفاع عن النفس، بل له علاقه مسيسه بعقيده المسلمين وبالخصوص الشيعه الاثني عشريه. طيب يعني هسه يفهم ولو ظاهرا يا ريت لو توضح لنا للسادة المشاهدين هل له خصيصه كان يكون ودعت فيه خصائص خارقه ولذلك أخفية ام يعني خلينا نقول الدور الاكبر لمن يمتشق الاسلام. احسنت. نعم امير نعم. المؤمنين سلام الله عليه يا ريت لو توضح لنا هذه النقطه. نعم ولا شك ولا ريب يعني الميزه طبعا هو بلا شك له خصيصه كونه نزل ووديع لدى الانبياء والاوصياء لكن هل اجتمع مع أمير المؤمنين مصادفة؟ أنا يعني أقول لو أعطي هذا السيف مثلاً لو قلنا لو أعطي هذا السيف نعم لغير أمير المؤمنين نعم هل يمكن أن يكون له هذه يؤدي نفس الدور؟ الميزة ويؤدي هذا الدور والمواساة لرسول الله صلى الله عليه وآله ويأخذ بهذه المكانة؟ لا أكيد لا لا يمكن أن يكون بهذه إذا هي ثنائية ما بين حامل السلاح والسلاح ما بين علي وذو الفقار لا يمكن أن تنفصل عن بعضهما ميزه امير المؤمنين مثلا بعض الخصائص التي تذكر على انها صفات وميزات لامير المؤمنين ربما تكون على العكس هي صفه وميزه لغيره، مثلا ولاده امير المؤمنين في الكعبه هي ليست ميزه لامير المؤمنين بقدر ما هي شنو؟ ميزه للكعبه لانها تشرفت بان علي عليه السلام ولد فيها، لان علي عليه السلام هو نفس محمد صلى الله عليه واله هو محمد سيد الكائنات على الاطلاق بلا يعني منازع. حضرا احد ما يسمى بنفسه من العلماء لا. يظهر على شاشات التلفزيون ويقول انه يعني هي سلبيه على علي عليه السلام انه ولد في الكعبه لان الكعبه انذاك كانت محاطة بالأصنام شيخنا شو ترد على هذا المقول يعني أخوة بالنتيجة هذا الكول هو لا القول لا يستحق الرد ولكن ممكن أن يراد بهذه الحادثة لو كانت تلقائية لو كان الباب مفتوح ودخلت فاطمة بنت أسد اللي تضع علي ممكن أن نقول باختيارها ولكن الحادثة كلها حادثة إعجازية وحادثة تدخل إلهي بحيث يشق الجدار وتدخل ثم يليها بعض النساء من الجنة لإعانتها في مسألة الولادة فكيف أن هذا تحسب كذلك مكانة الكعبة المطهرة كده. تبقى الكعبة المشرفة حتى لو بدون نعم هي شيء. لسنوات طويلة أنه موجودة هذه بل بعض الأصنام لم تسقط يعني إلا بعد فتح مكة بعد أن جاء النبي صلى الله عليه واله وامير المؤمنين وأمره بانزال الاصنام التي كانت على الكعبه لكن بقيت الكعبه على رتبه نفس المقدسه ونفس لا, لا, لا يؤثر بها شيء لا يمكن ان لا يضرها كما لا حصل في كربلاء المقدسه عندما دنس البعث في الاحداث الماضيه في بقي الحرم المقدس لا يضر طيب حسين حسين عذرنا جناب الدكتور يعني تعرض الاسلام لمخاطر شديده يعني تحالف ضده اليهود المنافقين كري... يعني تحالف القبائل على راسها قريش لا. يعني تعرض لخطر الزوال مرارا وتكرارا لا. ما هو دوره علي عليه السلام هل استعمل سيف ذو الفقار فقط في معركه احد لخصيصيتها لخص... يعني لخصوصيتها عفوا و... يعني لخطرها أم استعملها في مواطن أخرى؟ طبعا لا شك ولا ريب أن هناك الكثير من الروايات أن أمير المؤمنين عليه السلام من بعد هذه الحادثة ومن بعد ما انتقل له السيف استعمل هذا السيف في كل المعارك التي تلت أحد. مثلا تذكر الرواية أنه في معركة الجمل نعم. آه كان حاملا اللواء بيد والسيف بيد أخرى ثم غاص في أعماق الجيش وبدأ يضرب أعداءه حتى خضب الأرض من دمائهم وكذلك في سائر المعارك الأخرى فهو بقي مع النبي صلى الله عليه عفوا مع أمير المؤمنين بعد النبي صلى الله عليه وآله وقلت أنه اعتبر من علامات الإمامة فلو تسألني الآن السيف أين أين سيف ذو الفقار نعم. فلا شك ولا ريب هو مع الإمام الحجة الله عجل الشريف. الله تعالى فرجه الشريف على اعتباره هو من مواريث الإمامة ومعه أحسن. وما, وما نراه بين فترة وأخرى أنه يظهر في بعض المتاحف في بعض الدول ان أه. هذا سيف ذو الفقار هذا بعيد عن الحقيقه هذا مجرد ظنون بعض الحكام يعني غير الشرعيين على مختلف العصور كانوا يحاولون ان يكسبون انفسهم شيء من الشرعيه بانهم حصلوا على بعض المواريث من النبوه ومن الائمه الذين سبقوهم فيقولون ان هذه رحى الزهراء او نعم. هذا سيف ذو الفقار صندوق الفطار سيد الزهراء في تركيا وهكذا وخصوصا في تركيا نعم ذكرت نعم. السبب لان الخلافه العثمانيه يعني كانت مسلوبه الشرعيه مثلا الدولة الاموية ممكن تقول نحن قريش نعم. والعباسية ايضا من قريش ولكن الدولة العثمانية او ما يصطلح عليه الخلافة العثمانية حتى هذه الميزة كونهم من قريش هم ليسوا من قريش فعمدوا إلى تجميع مثل هذه الأمور عسى ولعل يكسبون أنفسهم شيء من الشرعية وبودي أن أذكر أن نعم. قضية السيف تسمية ذو الفقار يعني هو ليس كما متصور تصور في الاذهان انه التسميه الفقار هذه الشعبتين نعم نعم هو هذا غير مسلم به ولكن المسلم به ان يكون ذا فقار يعني تعرجات وحزوز على السيف هذه م. ميزه تميزه اما كونه ذو شعبتين أو شعبتين نعم. يعني مختلف فيه نعم وردت عندنا روايه عن الامام الصادق عليه السلام في نعم. بحار الانوار تشير على انه هذا ذو شعبتين نعم. يعني نعم. هذا الرسم الذي نراه مثلا في الاعلام وفي بعض الصور التقليديه للصوره الحقيقيه ولكن يبقى سيف ذو الفقار له ميزه استعمل استخدمه استعمله امير المؤمنين لاحظ الروايه يقول كان اذا على فيه قد واذا اعترض فيه قط، القد هو ان يشطر نصفين والقط هو القطع الافقي حتى في تعبيرنا القط القلم القطع الافقي فكان اذا على فيه قد شطر نصفين واذا استعرض فيه او اعترض فيه قطع الشخص الى نصفين وقيل سمي ذو الفقار لانه يفقر المضروب فيه يفقره من ماذا يفقره في الدنيا من الحياه ويفقره في الاخره من الجنه إذا فيه أبعاد معنوية كثيرة بالإضافة إلى كون أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو الذي حمل هذا السيف ولاذ به عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه صلوات الله وسلامه عليه كتبنا الله وإياكم الله من عم شيعة عم. أمير المؤمنين سلام الله, الله, الله عليه وكل ما سطرت من في أذهان وثاني الكادر والساده المشاهدين الله أسأل الله ان يجعله يفضل. في سجل حسناتك ان شاء الله, الله. يوم لا ينفع مال ولا بنون طبعا في سيف ذو الفقار كما يقول يمكن الشاعر البصري آآ آآ سيف سيفك القانون راسك القران بس ما حد رضاه وانفتح بالسيف مو بالبسمله وسيفك القانون بس ما حد رضى لان اول سيف ينصف قاتله الى هنا عشت سادتي عشت المشاهدين عشت نصل واياكم الى ختام هذه الحلقه، التقيكم في حلقه اخرى حتى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، شكرا جزيلا جزيلا الدكتور